سي عاطف، صدرتي انت والسي شعيب الحليفي كتاب جديد حول كوفيد الديمقراطيه التنظيم والاستمراريه في النضال. يعني اش دواعي تاع هذا الكتاب هذا وعلاش في هذا الوقت هذا بالضبط؟ اولا شكرا على الزياره. بطبيعه الحال هذا الكتاب التوثيقي الجديد والهام تيجي في اطار واحد الصيروره واحد السلسله ديال المنشورات اللي نقدروا نقولوا بدات منذ تأسيس الكونفدرالية، ولكن اللي عرفت واحد الزخم واحد تطور كبير منذ سنة 2000 بالضبط، حيث أصبحت واحد العدد ديال الإصدارات تتصدر تقريبا كل سنة أو كل سنتين، والهدف ديالها هو جمع النشاط الكونفدرالي بصفة عامة في جميع المجالات والنواحي دياله، لأننا تنعرفوا الأهمية ديال العمل النقابي بالخصوص أنه فيه واحد التعدد ديال المجالات. العمل النقابي ماشي بحال العمل السياسي اللي عنده مجال وعنده فضاء دياله معروف تيشتغلوا في أفق انتخابات كل فترة، بل العمل النقابي هو عمل يومي، هو نقدر نقوله فيه صراع يومي، فيه نضال يومي، فيه مقاومة، فيه مواجهة ديال السياسات، فيه بمعنى هاد الشمولية ديال العمل النقابي. من هنا تجي الصعوبة ديالو، أولا كعمل نقابي تطلب واحد طاقات إمكانيات مجهودات، ثانيا تجي الصعوبة ديالو في الحفاظ على هاد التراث وهاد النشاط اللي عنده هاد الأهمية دي. وبالتالي ملي تنقولوا اننا تنصدروا واحد المجموعه ديال المنشورات، نقدر الا بغيت نلخص الصوره ديال هذا العمل اللي تنقوم به انا والاستاذ شعيب حليفي، هو نقدروا ان نقولوا ان النشاط ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل منذ تاسيسها، بل منذ ما قبل تاسيسها، اي منذ التحضيرات الاوليه للتاسيس الى غايه التاسيس في نوفمبر 78 الى نهايه، نقدروا على الاقل الى نهايه سنه 2023، نقدروا نقولوا ان هذه الفتره كلها الان اصبحت يعني معروفه ومجموعه كوثائق في واحد المجموعه ديال الكتب. اولا النشاط العام ديال النقابه، اي الاجتماعات النضالات الى اخره. ثانيا فاتح ميكا محطة عمالية أساسية، الكلمات ديالها والملصقات ديالها أيضا صبحوا اليوم متوفرين ومجموعين، المجال اجتماعات المجالس الوطنية، المؤتمرات إلى غير ذلك من هذه الأنشطة. الأهمية ديال هذا العمل اللي قمنا به تقدروا نقولوا موجه لجوج الفئات أساسية. الفئة الأولى هما المناضلات والمناضلين اللي في النقابة وكذلك المنخرطين، لأن تنعطيهم واحد المادة اللي واحد نقدر نقوله واحد نسبة كبيرة وتتزاد مع شوش فترات ديال التأسيس. مثلا تنقول واحد الفئة كبيرة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مواليد 80 90 2000 إلى آخره، من أن هذا الجيل ديال الشباب كله ما حضرش المحطات النضالية، ما حضرش التأسيس، ما حضرش المحطات إضراب 81، ما حضرش الاعتقال ديال النوبير الأموي الفقيد الطبقة العاملة في سنة 92. إذن كاين واحد الجيل تيجي جاي النقابة غير بالسمع، تيسمع أن الكونفدرالية قالوا لي في المعمل أو في الإدارة ديالو غادي نخارطوا في النقابة غادي يجي، وكيخص ملي يجي تكون مفرة ليه واحد المادة باش هاد النقابة اللي جا ليها اشنو هو التاريخ ديالها. بدون بالنسبة للفئة الثانية، نعم بالنسبة للفئة الثانية، الفئة الثانية بطبيعة الحال هي الفئة ديال الأساتذة والباحثين في الحركة النقابية، وهذه فئة مهمة وغادي نقول علاش. أولا فئة مهمة لأن ملي تيكون شي أستاذ باحث ولا شي طالب تيبغي يدير شي بحث في تاريخ الحركة النقابية أو تاريخ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتيجيو عندنا واحد العدد ديال الأساتذة والطلبة من هذه الفئة، تلقاو كما تيقولوا لي أنا ملي تيزورونا تلقاو صعوبة في الوصول للوثائق والتاريخ ديال العمل النقابي في جهات أخرى، ولكن ملي تيجي وتنعطيهم هذه الإصدارات بالحق من جهتي تفاجئوا لأننا ما متعودينش
في البلاد ديالنا ان تيمشي لشي حزب او شي نقابه او شي جمعيه ويعطوا مثلا وتتمشي تيقدروا يديو واحد المكان ديال الارشيف تيقولوا ليه بقى تقلب وهادشي عشناه بواحد العدد ديال الجهات معروفه. اذا على الاقل حنا هادشي كله تجمع في كتب معناه تلقى وثيقه من سنه 78 كلمه فاتح ماي او شي نشاط اللي كان هذا اكثر من 40 سنه وتتلقى في واحد الكتاب ماشي بحال تبقى تقلب عليه في التاريخ في الوهن. اذا هذا هو الاهميه ديال التوثيق اولا الذاكره باش هذا الجيل اللي تيلتحق باستمرار بالعمل النقابي يلقى واحد الماده باش يعرف هذه النقابه اللي غادي ينخرط فيها على الاقل شنو التاريخ ديالو ماشي بالسمع يشوف داكشي بالوقائع بالصور بالكلمات الى اخره. اذا هذا الاهميه. علاش دائما كاين الثنائيه تاع سي عطيف وسي شعيب الحليفي في اصدار بحال هذه الكتب؟ هذه في الحق عندها واحد نقدروا نقولوا تفسير ماشي جابتو الظروف ولكن عنده تفسير نقدروا نقولوا منطقي انه استاذ شعيب الحليفي في الحق التحق بالكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في سنه 83 هو باقي طالب والتحق كمناضل متعاون معنا في الاعلام بمعنى ماشي منخار هذيك الساعه باقي الله طالب عنده رغبه يمد يد المساعده للعمل النقابي. بطبيعه الحال ملي جا في 83 انا داك كانت تجربه اللي كنا تنشتغلوا فيها هي جريده الديمقراطيه العماليه الورقيه واللي كانت تصدر عن طريق جريده الاتحاد الاشتراكي في المطابع ديالها في ديك الفتره التاريخيه اللي كان بطبيعه الحال الاتحاد الاشتراكي والكونفدراليه تيشكلوا واحد الجبهه ديال الصراع وديال النضال من اجل التغيير والديمقراطيه. اذا في هذه الفتره جاء في سنه 83 الاخ نوبير الاموي رحمه الله هذيك الساعه تعرف عليه ونقدروا نقولوا حس لان النوبير الاموي كان عنده واحد الاحساس ملي تيشوف الانسان وتيهضر معاه تيعرف بطبيعه الحال ملي هضر معاه شاف الطموح ديالو شاف الاخلاص ديالو شاف انه شاف فيه نظره انه في المستقبل غادي يمشي بعيد في المجال ديال الاعلام. كديك الساعه كنا تنشتغلوا في الاعلام بالخصوص التوثيق كان باقي ما مطروحش. اذا من 83 بدا معنا هذه الرحله ديال الاعلام الى اليوم استمرت بطبيعه الحال وحنا تنشتغلوا انذاك بدات تتطور الافكار بدينا تنفكروا من ذاك الوقت مره نصدروا كتب على حساب المناسبه الى اخره الى حين بدينا تنفكروا اننا نديروا التوثيق اللي بغينا نقولوا بشكل يعني بواحد التصور ديال جمع التراث ديالنا من كنا تنعرفوا المشكل اللي كاين انه كل ما داز الوقت الى ما حافظتيش على الوثائق وعلى الذاكره ديالك مع مرور الوقت ما غاديش تبقى تلقى هذا معروف جميع انحاء اللي بغينا نقولوا ديال التنظيمات وغيرها كاين هذا المشكل ديال الحفاظ على الوثائق وتنبقى. اذا في الحق من ذاك الوقت استمر طبعا بالدراسه ديالو تخرج في دكتور مشى للجامعه عنده انشطه ثقافيه معروفه ولكن ما يحسب له وما تنشوفوا فيه انه اللي بغينا نقولوا الإخوان هنا في النقابة يسميون نموذج ديال داك المثقف العضوي اللي هذا المفهوم واخا تنقولوا ما بقاش ولا قليل ولكن راه باقي النماذج ديال المثقفين العضويين اللي واخا تيشتغل في حقول ثقافية وتيدير اسم ثقافي اللي يقدروا نقولوا ياخذ لي واحد الوقت كبير ولكن مع ذلك تيبقى داك الارتباط ديالو بالطبقة العاملة وبهموم الشعب المغربي تيبقى ملتصق. واخا من خلال يعني يعني مع مجيء الالفيه الحاليه يعني الدور تاع النقابات في المغرب تراجع يعني اشني الوصفه ديالك انت يعني انت فاعل في المجال النقابي يعني باش ترجع النقابات للتوهج اللي كانت عليه فتره تاع التسعينات السبعينات الثمانينات القرن العشرين؟ انا تنعتقد وجهه نظري هذه المساله ماشي مساله تقدم او تراجع هذه مساله ديال ظروف تاريخيه تتحكم في ماشي غير في المغرب تتحكم في العالم. هذه الاشكاليه ديال الطبقه العامله وديال الحركه النقابيه كاين الان دراسات وكاين الان نقاشات في العالم كله. حنا اللي تيهمنا في هذا الشيء بطبيعه الحال هو حنا كنقابه ككونفدراليه ديمقراطيه للشغل دائما متشبتين كما تنقولوا بواحد الامل دائما تنشتغلوا على واحد الفكره ديال ان هذا الوضع
اللي كما قلتي فيه تراجع، فيه مشاكل إلى آخره، وضع ماشي وضع اللي بغي نقوله حتمي، وضع مفروض يكون هذا وضع مرتبط بظروف معينة اللي خصنا احنا نلقاو لها حلول. طبيعة الحال على رأس هذه الحلول اللي خص نقوله هي مرتبطة بالوضع العام، اللي تنقوله الوضع العام في المغرب. ملي تنشوف الوضع العام مثلا في المجال النقابي السياسي الاجتماعي الثقافي، اش تلقاو السيمة؟ تلقاو أن هناك واحد المحاربة منذ سنوات اللي ترصدت لها واحد الإمكانيات ضخمة، محاربات فكرية ثقافية، لكل ما هو تنويري، لكل ما هو يخلق في الإنسان واحد اللي بغينا نقولوا ديك الشعلة ديال الحماس باش يعتبر نفسه راه مواطن، كما قال الشهيد المهدي بن مركة، أي مواطن مناضل سواء كان عامل أو ماشي عامل، معنى داك المفهوم ديال المواطن اللي دارك الحقوق ديالو ودارك الواجبات ديالو وتناضل من أجل المطالب ديالو. هذا المفهوم هذا بغينا احنا ككونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهذا الفضاء الثقافي اللي احنا الآن واقفين فيه دار لهذا الغاية، بمعنى دركنا تقريبا منذ سنوات طويلة أن المدخل لمعالجة هذا الجانب اللي قلت سميته تراجع أو غيره هو جانب فكري وثقافي، ماشي مسألة اللي بغينا نقوله، بمعنى احنا اللي بغينا نحاربوا واحد الثقافة اللي عندها واحد الخطورة وعندها واحد التجدر في المجتمع، وهي ما تنسميوها الثقافة ديال تبليد الأفكار، الثقافة ديال تمييع كل ما هو جدي، واش اليوم في المجتمع ولا في الإعلام الرسمي ولا في الإمكانيات اللي تتوظف الدولة، واش كاين شي وجود ديال فكر وديال ثقافة متنورة وديال اللي غتخلق واحد المجتمع واعي اللي، بمعنى الآن الإشكالية الكبيرة هي إشكالية ديال المجتمع. الطبقة العاملة والكونفدرالية الديمقراطية والحركة النقابية هي جزء من هذا المجتمع. احنا بغينا عن طريق التوعية، عن طريق الفكر، عن طريق كما قلت الذاكرة، إنسان يجي يقرأ التاريخ الكونفدرالية يعرف أنه في واحد المنظمة اللي أعطت شهداء، أعطت معتقلين، أعطت ضحايا بالآلاف، باش وصلنا اليوم لواحد اللي بغينا نقولوا واحد نسبه معينه من الحريه ومن الكرامه. ما نقولوا عاود ثاني نقولوا ما كان حتى والو في الفتره ديال اكثر من 40 سنه في وجود الكونفدراليه، لا، الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في هذا 40 سنه خلقت تغييرات كبيره في المجتمع من خلال كما قلت الدراسه الموضوعيه ديال اللي تيديروا باحثين، الا قريناها ولا فكرنا فيها تلقاو ان الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل كيف ما كان الحال خلقات الحرية في المجتمع اللي ما كانتش، وخا باقي الصراع قائم ولكن ماشي بديك الحدة لو ما جاتش الكونفدرالية، راه دوزنا وعشنا سنوات الرصاص إلى خيره، وتنعرفوا المغرب كيفاش كان. المغرب اليوم ماشي بحال المغرب ديال الأمس، والمغرب ديال الغد ماشي هو المغرب ديال، وتنتمنى وتنعملوا تنقولوا عن طريق المنشورات والفكر وعن طريق الثقافة وزرع الأمل أساسي، زرع الأمل ماشي في الطبقة العاملة، الطبقة العاملة والشعب المغربي باش يعرفوا أن مصلحتنا جميعا كطبقة عاملة كشعب مغربي كدولة كمجتمع، أي احنا كلنا مصلحتنا الأساسية هي نبدأ فعلا واحد المسيرة جديدة بنية بطبيعة الحال على الحقوق على الكرامة على الديمقراطية، ولكن أساسا بنية على الفكر وعلى الثقافة. المغرب لا يفتقر الأفكار، لا يفتقر المفكرين، ولكن مغيبين. واش اليوم في الإعلام تنقراو على شي تنسمعوا مثلا العروي الجابري، واحد العدد اللي تنشوفوا الآن اللي جبناهم هنا الفضاء الثقافي اللي عاطين أفكار تقدر إلى استوعبناها واشتغلنا بها وآمنا بها كلنا، لأننا من الناس اللي تنقولوا راه كنا مسؤولين، دولة حكومة مجتمع كنا مسؤولين على هذا الوضع.